بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية للمبتدئين ما بيان لي غي كومبروندر. إن شاء الله غنشوفوا اليوم حرف جديد يتعلق الأمر بحرف أن، يعني يتعلق الأمر بحرف أن. إذا عندنا هنا أن أن أن، تلاحظوا بأن أن يعني أن أن لها رجلين إن صح التعبير، أما أم التي تساوي حرف الميم فهي لها ثلاثة أرجل، يعني أننا علينا أن نكمل هكذا. لكن هنا عندنا لا لتر أن، هنا عندنا لا لتر أن أن أن، إذن بما يساوي تقريبا حرف النون في اللغة العربية. إذن عندنا أن أن لو ني، هنا لا نقرأ لو نيد. إذن أيضا حرف الدي أحيانا لا ينطق كما في مثالنا هنا لو ني، والمقصود به العش. هذا المكان الذي تجلس فيه القطة يسمى ني، وأيضا العش الذي نعرفه عند الطيور. إذن لو ني لو ني وليس لو نيد. إذن كما نرى حرف آن لوني ان ان لوني ان ني ن ني نو نا نو نو. لوني ان ني ن ني نو نا نو نو. ان ان لوني لوني يعني العش لوني لوني ان ني ن ني نو ني نو نا ني نا ني. voici voici لوني de nono. Voici le nid de nono. Voici le nid de nono. يعني قطة نونو. Voici هو le nid عش de nono. يعني قطة نونو. Voilà. C'est un nid. Le nid. C'est aussi le nid. إذن مرة أخرى ني ن ني نو نا ني نا ني. إذن voici le nid de nono le petit chat de Lulu. إذن voici le nid de nono. إذن ها هو عش نونو. من هي نونو؟ le petit chat يعني القطة الصغيرة le petit chat أو القط الصغير، لأن عندنا هنا له. أما القطة فتسمى لا شات. لا شات، أولا عندنا هنا لا، ثانيا نضيف واحد الطي أ، نضيف طي أ يعني لكي ندل على القطة لا شات. أما هنا فعندنا لو بوتي شا لو بوتي، وفي حالة لا شات نضيف أ هنا أيضا، إذا نقول لا بوتيت شات لا بوتيت شات. أما في المذكر فنقول le petit chat le petit chat. إذن هو قط صغير لمن؟ دو لولو. voici le nid voici le nid دو لولو le petit chat دو لولو. voici le nid ها هو عش دو لولو يعني للولو. من هي لولو أو من هو لولو؟ le petit chat دو لولو. إذن لولو هو القط الصغير للولو. نونو هو القط الصغير للولو. voici le nid de nono le petit chat de Lulu. عندنا بعض الأحرف دي لتر بعد منهم دي فويال. إذن أرى فويال
وهذه اي راه فويال، وهذه او اكسون راه فويال، او ايضا فويال، و او ايضا فويال، وبقيت لي فويال كما سنرى. اذا عندنا ا بعد في تقرا ف، بعد ال تنطق ل، بعد ب تنطق ب، بعد ام تنطق م، بعد اغ تنطق غ، بعد ان تنطق ن، الحرف الذي عندنا اليوم. عندنا اي بعد في تنطق في، اي بعد ال تنطق لي، اي بعد بي تنطق بي، اي بعد ام تنطق مي، اي بعد اغ تنطق غي، اي بعد ان تنطق ني. لاحظ اي ولاحظ ان، هو يشبهه ولكن كأنه مقلوب. إذن فان حرف ان رجلاه الى الاسفل. أ أكسون إيغي مع في تنطق في، مع إل تنطق لي، مع بي تنطق بي، مع إم تنطق مي، مع إغ تنطق غي، مع إن تنطق ني، أو مع في بعد في تنطق فو، بعد إل تنطق لو، بعد بي تنطق بو، بعد إم تنطق مو، بعد إغ تنطق غو، بعد إن تنطق نو نو. أ بعد V تنطق V، بعد L تنطق ل، بعد P تنطق P، بعد M تنطق م، بعد R تنطق غ، بعد N تنطق ن غ ن. أيضا أ أكسون غراف، بعد V تنطق V، بعد ال تنطق لي، بعد ام تنطق مي، بعد اغ تنطق غي، بعد ان تنطق ني، اي بعد في تنطق في، بعد ال تنطق لي، بعد بي تنطق بي، بعد ام تنطق مي، بعد اغ تنطق غي، بعد ان تنطق ني. ا اكسون سيركونفليكس، أ أكسون سيركونفليكس، بعد V تنطق V، بعد L تنطق L، بعد P تنطق P، بعد M تنطق M، بعد R تنطق R، بعد N تنطق N. إذن R N. إذن عندنا هنا مينا مينا مينا، R N R N. أن أ أكسون إيغي روني، أ أكسون إيغي، هذه بدون أكسون، روني اسم شخص، روني. لا لون، لا لو لو إن، لا لون، ما معنى لا لون؟ فوالا، سي تون لون، سي لا لون، سي لا لون، إنه القمر، هو مؤنث بالفرنسية. لو نافير يعني الباخرة، لو نافير، لو نافير. لا ناب، لا ناب، لا ناب، لا ناب، ما معنى ناب؟ فوالا، هنا اون ناب سور لا طابل، يعني هاد الغطاء، لا ناب. اون ابين، اون ابين، اون ابين، بي بي، فوالا. هنا لان، ابين يعني شوكة، لان يعني الحمار. لولي افوني، يعني أن لولي هو بذاته جاء، سالفر فونيغ، لولي افوني، لولي افوني، يعني هو جاء. لنلاحظ هنا بأن عندنا هنا لوكسيليير إتر، كنا رأينا فيما سبق وأشرنا بطبيعة الحال بفقط لمحة وليس ولم ندخل في الموضوع، لكن سنرى هذا فيما بعد. هنا أيضا عندنا كنا رأينا لوكسيليير أفواغ، نقول مثلا لولي أ لي، يعني أن لولي مثلا قرأ، أو لولي أغي،
آغي يعني أنه ضحك، تكون عندنا أهنا. إذن لولي هو قرأ شيئا آخر، وبالتالي سنضع بجانبه أ. إذن لولي أ لي يعني أنه قرأ كتابا. لكن هنا لاحظ لوكسيليار إتر، لم نستعمل لوكسيليار أفوار. لوكسيليار إتر لماذا؟ لأن لولي هو الذي جاء بنفسه. دائما هذه أي تعني بذاته، بنفسه، بوجوده، تعني هذه الكينونة، تعني يعني الكنه ديال الشيء أو ديال الشخص، يعني الذات ديالو. إذن لولي افوني يعني هو نفسه جاء. لن نضع قبل هذا الفيرب، لن نضع أ، لأنه إذا وضعنا أ هنا كما في السابق يعني بالنسبة للماضي، فإننا وكأننا نقول بأن لولي سيأتي بشيء، ولكن لن يكون هذا بطبيعة الحال، لأن هناك صيغ أخرى اللي خاصة بالنسبة للفيرب فونيغ. إذن مثلا هنا لولي افوني، إذن سنقول بأن لولي هو الذي جاء بذاته ولم يأتي بشيء آخر. لو كان سيأتي بشيء آخر لفعلنا ولو وضعنا أ. إذن أن الأمر ما دام الأمر يتعلق بلولي بذاته، ففعل جاء يعني يشير إلى مجيء لولي بنفسه، وبالتالي سنقوم بوضع أي قبله ولن نضع أ. وهذا فعل فينير هو أيضا في الباسي كومبوز يعني في الماضي. إذن لنفرق بين الأمرين، إذن لولي افوني، وسنوضح هذا بشكل واضح إن شاء الله فيما بعد. لولي افوني يعني أن لولي جاء. فوني سور لان يعني أن لولي افوني سور لان يعني أنه جاء فوق الحمار، يعني أنه جاء ممتطيا الحمار. إذن سنقول لولي افوني، اي او اس تي، فوني التي راينا قبل قليل هي هذه ايضا، سيغ يعني فوق، التي راينا فيما قبل، لان يعني الحمار. اذا لولي افوني سيغ لان يعني ان لولي جاء ممتطيا فوق لان يعني فوق الحمار، ولم ياتي مثلا على دراجه او على اي شيء اخر. اذا غوني هنا، غوني سنرى أيضا. لو فيلو دو روني يعني أن دراجة روني. لو فيلو دو روني، عندنا روني ني يعني ليس، ني با لا، إذن روني ليس هنا، ني با لا، روني ني با لا. إذن كما نرى مينا غوني، لا لون، لو دومينو يعني مينا، غوني مينا، مينا غوني، غوني لا لون يعني القمر، لا لون، لو دومينو يعني اللعبة، لو نافير يعني الباخرة، لا ناب يعني غطاء المائدة، اون ابين يعني الشوكة، لان يعني الحمار. لولي افوني سيغ لان يعني ان لولي جاء، التي راينا قبل قليل، هو بنفسه جاء سيغ لان يعني على الحمار. اذا غوني يعني غوني، لو فيلو دو غوني ني با لا، لو فيلو عندنا هنا غوني، لو فيلو يعني دراجة من دو غوني يعني دراجة غوني ني با لا، ليست هنا. إذا دراجة غوني هي التي ليست، نيباق. إذا أردنا أن نقول بأنها موجودة هنا، فإننا سوف نقول لو فيلو دو غوني ونحذف أن وباق، ونقول لو فيلو دو غوني أي لا. لكن هاد أو إس تي التي تقرأ أي عند النفي نسبقها بنه، ثم نتبعها بباق، نيباق. في الحقيقة تقرأ نو اي با، ولكن كما قلنا فيما سبق بأن او مع او نحذف الأولى ونضع هذا الأبوستروف.
لماذا؟ حتى يسهل النطق. بدل أن نقول نو اي با نقول ني با. إذا لو فيلو دو غوني ني با ني با لا، ليست هنا. دراجة غوني ليست هنا، دراجة غوني ليست هنا. عندنا بعض الحروف ان ني نو، ان ني نو، نو نا، نو نا، ني لان، مينا مينا، مي نا مي نا، لو نا فيغ، لو نا فيغ. ننتقل إلى الصفحة الثانية ومع الصورة الأولى والاسم عندنا لوني لوني، وعندنا هنا غوني، وعندنا أن دومينو. نرى هذا لو نافيغ، لو نافيغ يعني السفينة، لو نافيغ. عندنا مينا 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 مينا، لان لان لان، لا فنيتر لا فنيتر لا ف نيتر لا فنيتر، لا بانان لا با لا با نان لا بانان لا بانان. عندنا بعض الجمل إذن عندنا هنا ان اق مينا لا ناب مينا لا ناب اب لا ناب ان اق ناب دو بي او اب لا ناب ني ني voici voici رني 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 voici رني هو رني. ني لو ني لو ني يعني العش لو ني. لولو لولو اي بي ني لولو اي هو بذاته بوني سيرفر بونير. يعني الاصل ديال هذا الفعل هذا بالضبط يعني يبقى فقط ان نضيف له اغ ونحصل على الاصل الذي يعود هذا الفعل. بونير هو عاقبة، نقول لا بونيسيون، لا بونيسيون العقاب. عندنا هنا لولي اي هو نفسه بوني يعني عوقب. لاحظوا هنا يعني ان لولي هو بذاته عوقب في الماضي. لنفرض بان لولي هو الذي سيعاقب شخصا اخر، فماذا سنقول؟ نقول غوني اق تلك التي كنا نرى، يعني سنستعمل لوكسيليار افوار بدل اتر. يعني لولي ا بيني يعني انه عاقب مثلا غوني. اذا لولي ا بيني غوني يعني ان لولي هو عاقب غوني. ولكن اذا اردنا ان نتكلم عن ذات وشخص، لولي هو بذاته بنفسه بشخصه هو الذي عاقب، سنستعمل لوكسيليار اتر. إذن أظن بأن الأمر واضح. إذن عندما يقع الفعل على الشخص على الفاعل نستعمل في الماضي بطبيعة الحال لوكسيليار اتر، وهذا سنرى الصرف الكامل إن شاء الله فيما بعد. إذن لولي اي بيني يعني أن لولي هو بنفسه وبذاته عوقب بيني. أما إذا قلنا لولي ا بيني يعني أن لولي هو عاقب، وعلينا أن نقول من عاقب. مثلا نقول لولي ا بوني غوني يعني انه عاقب غوني، او لولي ا بوني مينا يعني انه عاقب مينا. عندنا هنا ني غوني اي فوني، ني غوني اي هو بنفسه بذاته، فوني يعني اتى. اذا استعملنا لوكسيليار اتر مع من؟ مع لو فيرب فونيغ، مع لو فيرب فونيغ. Danny René est venu.
N-O, no. Do, mi, no. Do, mi, no. Do, mi, no. Do, mi, no. Nu, no. القط. Nu, no. Nu, no. Nu, no. N-E, ne. ولكن هنا في آخر الكلمة سننطقها N, N. La, lune. La, lune. La, lune. يعني القمر. La, lune. La, lune. Irène. Irène. N-E, la lune. Irène. La lune, يعني القمر. La lu, lu, n. La lune. Irène. 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 Irène, طبيعة الحال. اسم كويكب. Irène. Irène. كويكب صغير. يسمى Irène. La lune. Irène. وهناك بعض الأسماء لنساء تسمى بهذا الشكل أيضا. عندنا إن إن طبيعة الحال إذا حذفنا أ سنقرأها أ يعني واحد وإن يعني واحدة. هذا كما قلنا فيما سبق مثلا كنا نتكلم عن أشياء مثلا ممكن أننا نسبقها بله بلا بالنسبة للمؤنث والأشياء التي يمكن أن نسبقها بلا كمثال بما يعادل عندنا في اللغة العربية ال وأيضا هي تدل في اللغة الفرنسية على التأنيث اون بليم ممكن أن نقول لا بليم يعني لا بليم يعني معرفة والسامع يعني يعرف هاد لا بليم يعرف هاد الريشة أتي في لا بليم يعني هل رأيت الريشة يعني الريشة معروفة ولكن ممكن أن نقول جي في إن بليم يعني رأيت ريشة السامع لا يعرفها إذن إن بليم يعني ريشة 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 كيفما كانت وفي نفس الوقت هاد ريشة كيفما كانت تعني واحدة يعني فيها واحدة وفيها بأنها غير معرفة إذن نقول إن هذه أداة أيضا تسبق الكلمات مثل لا غير أن لا كما قلنا الآن تعرف بالكلمة وبالاسم وبالشيء لكن إن تدل فقط على أنها واحدة وفي نفس الوقت يعني أنها لا تعرفها يعني أنها تترك يعني أنها تترك الاسم نكرة غير معروف إذا نقول إن بالنسبة للمذكر نقول أ وسنرى هذا إن يعني واحدة لو بابا دو غوني يعني اب غوني ا ان موتو عنده دراجة يعني هاد الدراجة لما نعرفها بعد طبيعة الحال السامع لا يعرف هاد الدراجة اذا عنده دراجة ما عنده دراجة اذا لو بابا دو غوني ا عنده ان موتو نقول ا هذا لو فيرب افوار علاش لان ما جاش بعده فعل لان ما جاش بعده فعل يمكن ان نقول مثلا غوني اغي يعني ان غوني ضاحكه يعني كان مورا هذا الفعل هذا فعل افوار كان بعده فعل اخر اللي هو ضاحكه وبالتالي فاننا صرفنا الفعل الثاني بمساعده هذا وبالتالي هذا يسمى وبالتالي هذا يسمى اوكسيليير اوكسيليير طبعا الفرنسية تعني المساعد لي فورس اوكسيليير يعني القوات المساعده لي فورس اوكسيليير اذا هذا ايضا يسمى اوكسيليير واتخ التي راينا قبل قليل مثل اي او اس تي التي ياتي بعدها فعل ايضا هي مساعده ايضا وقلنا الفرق فمثلا هنا اذا قلنا غوني اي ايتين موتو يعني ان غوني هو دراجه نفسه هو نفسه دراجه لنلاحظ الفرق اما اذا قلنا غوني ا إن موتو يعني أن غوني عنده دراجة ولكن على الحالة التي ولكن في الجملة التي عندنا هنا لو بابا دو غوني وليس غوني هو الذي عنده دراجة لو بابا يعني أن الأب أب غوني لو بابا دو غوني أ إن موتو يعني أن أب غوني هو الذي عنده إن موتو عنده دراجة إذن إيغان أ إن بال إذن كما قلنا بأن إيغان تطلق على كويكب صغير وبعض النساء يحملن هذا الاسم
إذن هنا تأكد لنا بأن هذا يعود لاسم بنت. إذن إيغان أ إن بال، يعني عندها كرة. إيغان أ إن بال، يعني إيغان عندها كرة. أ إن بال، يعني استعملنا لوكسيليار أفوار. وكما نلاحظ بأن لوكسيليار أفوار بعده اسم، كما هنا أ إن موتو. موتو، إن موتو يعني دراجة، هذا اسم. إن بال يعني كرة، كرة كيفما كانت لا نعرفها، عنده كرة، هذا هو المهم، عنده كرة. أي كرة؟ لا نعرف، عنده كرة. إذن إيغان أ إن بال يعني عندها كرة. إذن هاد أ جاء بعدها اسم. دائما دائما هاد دائما هاد لو فيرب أفوار، دائما هاد لو فيرب أفوار الذي سنرى صرفه فيما بعد، يعني عندما يأتي بعده اسم، أولا هو فيرب ولم يعد مساعد فهو فعل. أما المساعد يأتي مساعدة فعل آخر ليصرف، مثلا افوني أو أغي، أنه ضاحكة. إذن هذا أغ أضفناه فقط لنساعد لو فيرب غير لكي يصرف، إذن فهو مساعد. فعندما يكون هذا أغ بعده اسم فهو أولا يكون فعل وليس مساعد، لأنه ليس بعده فعل، هذه الأولى. ثانيا عندما يأتي بعده اسم فهو يفيد الملكية، يفيد الملكية. إيغان أ إن بال، يعني أن إيغان تملك كرة. لو بابا دو غوني أ إن موتو، يعني أن أب غوني عنده دراجة، يعني يملك دراجة. إذن لو فيرب أفوار عندما يأتي بعده اسم فهو يفيد، يعني يفيد الملكية، بعكس لوكسيليار إتخ. مثلا إذا قلنا غوني إتين موتو، يعني بأنه هو دراجة. إذا قلنا غوني أنان، يعني عنده حمار. غوني أنان يعني عنده، يملك حمار. ولكن إذا قلنا غوني إتنان، أي استعملنا أي لوكسيليير، استعملنا لو فيرب إتخ، إذا وكأننا نقول غوني حمار. استسمي هذا الاسم يعني لكي نبين الفرق. غوني أ إن موتي، إذن لو بابا دو غوني أ إن موتو. إيغان أ إن بال، يعني إيغان تملك كرة. ميكي أ في، ها هنا الفرق، هنا فعل. أ نفس هاد أ، هي هذه هي دي، هذا لو فيرب أفوار، لكن هنا أصبح أوكسيليير، لأن عندنا في. في ليس اسم، إنه فعل، فعل رأى، سي لو فيرب فواغ. إذن ميكي أ في، الغرض من هذا الفعل هو، الغرض عندنا أن نصرف فعل رأى. أريد أن أعبر عن نفسي بأن ميكي رأى، ورأى في الماضي. إذن أولا سأضع فعل رأى في الماضي، صيغته هكذا، ثم نضع أمامه أ لكي يكتمل المشهد إن صح التعبير. إذن ميكي أ في، يعني أن ميكي رأى. ماذا رأى؟ لو ني سور لو مور، يعني رأى العش. سيغ يعني فوق، لو ميغ يعني فوق الحائط. إذن ميكي أفي لو ني، ليس لو نيد، ورأينا هذا قبل قليل. إذن ميكي أفي لو ني سيغ لو ميغ، يعني فوق الحائط. غوني ها، لنرى هنا عاوتاني الفرق، لنرى الفرق، هنا أفواغ وهنا إتخ. غوني إيفوني، هو الذي أتى ولم يأتي بشيء آخر. لنتفق أولا على أن أفوار أو إتخ عندما يكون بعده فيرب كما هنا يسمى أوكسيليير، مساعد، لأن الغرض هو تصريف هذا الفعل. لو قلنا ميكي إيفي بأن ميكي هو الذي رؤي، نفسه، لأن إتخ دائما تعود على الشخص، تعود على، إذا قلنا ميكي إيفي يعني أن ميكي هو الذي رؤي، رؤية من طرف شيء آخر، شخص آخر، حيوان آخر، إلى آخره. ولكن عندنا هنا ميكي أفي، يعني أن ميكي هو الذي رأى. مثلا هنا غوني أفوني، يعني هو الذي جاء، هو الذي جاء. هنا ميكي هو الذي رأى، رأى شيئا آخر. رأى ماذا؟ لوني سيغ لوميغ، يعني رأى ماذا؟ لوني سيغ لوميغ. أما غوني
فهو جاء، إذن سنستعمل لوكسيليار اتر أمام فعل جاء لندل على الماضي بطبيعة الحال. إذن روني اي فوني افيلو، يعني أنه جاء بالدراجة، افيلو بطبيعة الحال الدراجة التي تدفع بالأرجل وليس موتو. موتو أيضا، موتو لها محرك، هي دراجة ولكن بالمحرك. إذن روني اي فوني افيلو، أنا روني أتى بالدراجة. روني آلي، لاحظوا هنا أنه قراءة، استعملنا أمام فعل قراءة افواغ. لو قلنا غوني إلي يعني هو الذي قرئ وكأنه كتاب أو نص أو شيء من هذا القبيل، ولكن لا يعقل هذا. إذن غوني آلي يعني أن غوني هو الذي قرأ. غيمي نابا، غيمي نابالي، هنا العكس، يعني غوني لي، غوني آلي يعني أن غوني آ لي. أما غيمي، غيمي لنضعه مكان غوني، سنسبق هذا آ بأن بنه طبيعة الحال أ مع أق، سنحذف أ ونضع أبوستروف، ثم بعد هذا أق سنضع بق. ونفس الشيء بالنسبة إذا أردنا أن ننفي غوني إي فوني، سنقول غوني ني با فوني أفيلو، يعني أن غوني لم يأتي بالدراجة. إذا دائما هذا لوكسيليير هو الذي نضع أمامه نه وبعده بق وبعده بق. إذا غوني ني با فوني، يعني في حالة إذا أردنا أن ننفي بأن غوني جاء أفيلو يعني على الدراجة، وغوني نا با لي يعني أن غوني لم يقرأ في حالة إذا أردنا أن ننفي بأن غوني قرأ. عندنا هنا بطبيعة الحال غيمي هو الذي لم يقرأ، غيمي نا با لي، نفس الجملة تقريبا فقط الفرق هو غيمي. إذا غيمي نا با لي، لولي نو فا با أفيلو. إذا هنا لولي فا أفيلو، لنحذف هاد نو با، سنقول لولي فا أفيلو يعني أنه يذهب الآن، يذهب الآن. ولي لأن علاش؟ لأن هاد فعل فا اللي هو آلي، الفرب آلي يعني ذهب، لم يسبق لا بأ ولا بأي، وبالتالي فهو ذهب الآن. وبطبيعة الحال المقصود أنه ذهب، فقط من حيث الكتابة فهي في البريزون في الحاضر. لولي نو فا با افيلو يعني ان لولي لم يذهب الان افيلو. بابا ني با لا، اذا هنا اي، اي يعني لا، لا ليس فعل هذا. اذا بابا ني با لا يعني ليس الان، ممكن ان نقول بابا اي لا يعني ان الاب هو هنا، هو هنا، نقول عنه بانه هنا، لا لم يفعل شيئا ولم يأتي ولم يذهب ولم يقم بأي شيء، ولكن هو هنا. إذن سنعبر عنه بهذا الشكل، بابا ني با لا يعني أن الأب ليس هنا، الأب ليس هنا، بابا ني با لا. إذن كيسكو سي؟ سيلان، سيلان سي كياس، سي غوني، غوني. سي كوا سا؟ لا فيبير، لا فيبير. سي كوا سا؟ لو ني افيك دي على فان، لو ني. اي انكور سي كوا سا؟ ايضا ماذا هذا؟ لو دومينو، لو دومينو. والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.